أيضا صادما نجد أن بوتفليقة يقول لمسؤول أمريكي أنهم يريدون أن يبقى الأمريكان في العراق. لا يعقل أن الجزائر التي دفعت ملايين شهداء، منهم 1.5 مليون فقط في 7 سنوات الأخيرة، وظلت مستعمرة لمدة 130 سنة ودفعت ثمن غالي، وهي التي كانت تقول أنها تحارب الاستعمار في كل مكان والاحتلال، وتقول أنها تدعم تواجد الأمريكي والاحتلال الأمريكي للعراق. هذا أيضا يعني صادم تؤيد لذلك. بقاء الآن يعني لأن الوضع غير مستقر ربما. هذا مفهومة وليس لكن ليس تؤيد الاحتلال يعني. نعم لكن ليس هذا هو الموقف الرسمي. الموقف الرسمي يقولون أنهم لا يريدون احتلال للعراق وأن على الأمريكيين أن يغادروا. هذا المعلن. وجدنا أن ما بين ما يقال للشعب وما يقال في الداخل شيء، وما تقوله جرائد تابعة للمخابرات والنظام شيء، وخاصة المعربة منها، وما بين الواقع على الأرض. والواقع على الأرض هو أننا نريد أن حصار غزة، نريد احتلال العراق يبقى المحتل في العراق، نريد السي اي تتجسس على الجزائر وتتجسس ايضا على جيران الجزائر. وجدنا انه ايضا في قضيه مثلا موقف من الدوله الفلسطينيه والدوله الصحراويه، بوتفليقة مثلا غاضب من الامريكان لانهم يريدون دوله فلسطينيه، ويقول لهم اذا اردتم دوله فلسطينيه فعليكم ايضا ان تريدوا دوله صحراويه، وكيف يقارن هذا بذاك؟ هذا امر حقيقه كان فاجع وصادم. ساعود الى قراءه برقيه اخرى خاصه بمنطقه المغرب العربي. استاذ اسامه، ربما ايضا ما لفت انتباه الشارع العربي هو قضيه صناعه هذا الكيبل، يعني كيف انه مسؤول سامي عربي يعني يقدر يكون رئيس جمهوريه الى وزير رئيس حكومه، قيادات في عسكرية وقيادات استخباراتية تعطي معلومات سرية حول استراتيجيات الدول العربية لموظفين بسطاء أعلاهم ربما قائد عسكري وربما أقل منهم موظف في السفارة؟ كيف ممكن نفهم تعامل دبلوماسيتهم ودبلوماسيتنا؟ طبعا كما تفضل أستاذ محمد، يعني الشارع العربي يعرف هذه المعلومات الآن. كل الذي حصل أنه حصل على تأكيد لها، بمعنى أنها لم تعد في فضاء الإشاعة وإنما أصبحت في فضاء أو التحليل. نعم، هذا في فضاء المعلومة الآن. نحن إذا يعني حتى طبيعة الرسائل والوثائق يعني تظهر كيف درجة الاستصغار والاستحقار حتى لهؤلاء لتلك الأنظمة أو لكثير من تلك الأنظمة وكثير من تلك القيادات. لكن أريد أيضا في الجانب الآخر أن أطرح نقطة أخرى. ينبغي أن لا ننسى أن هذه المراسلات التي كانت تتم هي تعبير عن وجهة نظر الشخص الذي كتبها، بمعنى أن الشخص الذي كتبها حاضر في المعادلة، لكن الشخص الذي يكتب عنه غير حاضر في المعادلة. هذا لا ينفي يقلل من قيمة الوثائق ولا يقلل من مستوى الإخفاقات أو حتى الإساءات. لا أريد أن أستخدم عبارات يعني أكبر. يعني هذه ملاحظة ربما في محلها. نعم. يعني في البرقيات تقسم ربما إلى نوعين. هناك برقيات تتحدث عن معلومات، يعني فلان قال لي كذا مسجلة، هذه حقيقة. وهناك ما يسمى الانطباع، انطباع كاتب نعم، يعني عندما تسمع انطباع عن رئيس الوزراء الإيطالي أو الرئيس الفرنسي، أو تسمع معلومة تقدم لكن ليس عليها دليل، مثلا أن أردوغان رئيس الوزراء التركي عنده حسابات سرية في سويسرا. كل هذه الآن الأمور تبقى وظهرت أنه مش صحيح المعلومة. نعم، فالآن لا نستطيع أن نبني معلومات حقيقية على كل رسالة وردت أو كل ما كتب من قبل مسؤول أمريكي أو سفير أمريكي أو موظف أمريكي. لكن مرة أخرى، هي عرت الكثير من الأوراق، عرت الكثير من الأنظمة، عرت الكثير من القيادات، لكن هي عرت بالدرجة الأولى الولايات المتحدة. لأنه ليس من مصلحة أمريكا أيضا أن ينظر لها على أنها دولة خارجة عن القانون بحد ذاتها، وليس من مصلحة أمريكا أن ينظر لها بأنها دولة تلعب بالأوراق بكل الأوراق لضرب يعني لخلق حالة من الفوضى والبلبلة. الولايات المتحدة تقدم نفسها على أنها قوة أخلاقية، احتلالها للعراق كان احتلال أخلاقي. هذه هي معادلة بوش، بأن حتى وإن لم نجد الأسلحة فإننا خلصنا نظام الشعب العراقي من نظام ديكتاتوري اسمه نظام صدام حسين ونظام البعث. فإذا هذه الآن المعادلة تعرضت لضربة كبيرة، تعرضت لنوع من الانتقاص من مصداقيتها حتى فيما يتعلق بالعلاقة مع الحلفاء، حتى الحلفاء الغربيين منهم. فإذا الولايات المتحدة نفسها تدفع ثمن لهذا التسريبات. ولا أريد يعني أن نبني فقط المعادلة على أن هناك شخص قيل عنه أو رئيس نقل عنه، لأن مرة أخرى نحن نعود إلى انطباع. هناك انطباع وهناك معلومة، ينبغي أن نفرق بين الاثنين. أريد تعليق على معلومة الآن منك أستاذ محمد، معلومة جاءت في برقية
حديث مسؤول عسكري أمريكي مع رئيس بوتفليقة حول علاقة السلطة المدنية بالجيش الجزائري. بوتفليقة كما نقل وولش أنه بوتفليقة قال له صراحة بأن الجيش الآن يحترم الدستور ويخضع لإرادة السلطة المدنية. نتمنى ذلك. نتمنى أن يكون، وهذه واحدة من أكبر مأساة الجزائر هو أنه الجيش فوق الأجهزة المدنية والمؤسسات المدنية، ولتصبح هناك مؤسسات مدنية أصبحت فارغة بكل معنى. ونتمنى أن يكون بالفعل الجيش والمخابرات والبوليس أن يكونوا تحت الحاكم المدني المنتخب. لما لا تصديق الرئيس؟ لما لا تصدق؟ تصدق بوتفليقة؟ نعم، وهذا سؤال وجيه، لأنه ربما يقول الناس إذا صدقتم هذا لماذا لا تصدقون هذا؟ لماذا نصدق؟ نحن لا نصدق ما يقوله، وكما تفضل أخي الكريم، لا نصدق ما يقوله المسؤول الأمريكي إلا إذا ثبت في الواقع ما يؤكد ذلك. قرائن يعني. قرائن. عندما يقول أن هناك طلبوا أن الطائرات التجسس الأمريكية كانت تتجسس على الجزائر، هناك دليل على ذلك. والدليل هو أنه المسؤول في وزارة الدفاع وافق على ذلك وأعطاه موافقة بالرقم الفلاني إلى آخره. عندما يقول أن بوتفليقة قال له على غزة كذا كذا، نقول نحن يا ليت يطلع تكذيب اليوم رسمي أو غدا أو أي يوم ويقول لا هذا الكلام ليس صحيح، فنصدق ذلك. لكن عندما يقول أن الجيش تحت إمرة المدنيين، هذا ليس صحيح، لأن بوتفليقة جاء به الجيش، جاء به الجنرالات، وهذا ليس صحيح، لأن وزير الداخلية وكان يبدو وكانه أقوى من أقوى الشخصيات داخل الجزائر قال قبل شهر، لعلك طلعت على ذلك، أنه لا يعلم من أزاحه، لأن بوتفليقة قال لست أنا، ليس الرئيس الذي أزاحه، إذن من أزاحه؟ ووزير البترول وكان مقرب جدا من بوتفليقة وهو خليل أزيح وبشكل فيه إهانة كبيرة، ورئيس أكبر شركة وهي شركة سوناطراك الآن يقبع في السجن، وهو والرئيس لم يكن يعلم، بمعنى أن المخابرات الجزائرية التي قامت بذلك. للأسف لن تكون هناك دولة، بمعنى إذا لم يكن الجيش والمخابرات تحت القيادة المدنية. نتمنى أن ما قاله كان صحيح، لكن الواقع يكذب ذلك ويكذب ذلك في المطلق. أريد فقط إضافة بسيطة لما تفضل بها أخي الكريم. كما قال، نعم هناك معلومات وهناك تحليلات، نحن نتحدث على المعلومات. نحن لا مثلا تحدث السفير الأمريكي السابق فورد على أشياء كثيرة وقال تعليقاته الخاصة، لم نعطي لها بالا، فقط أخذنا ما هو في الواقع يثبت ما جاء في هذه الوثائق. كانطباعه بأنه يحيى ربما هو البديل. نعم، وربما يكون بديل نعم. بوتفليقة. نعم. نحن نعرف هذا الكلام، لكننا لم نأخذ بعين الاعتبار، لأن في أخذ هذا يبقى تحليل، يبقى رأي، لكن هناك معلومة وهناك رأي. نحن نتحدث فقط على ما هو رأي وما هو أيضا ثبت قطعا على الواقع. لا أريد أن يعني أن أنسى البرقيات الخاصة بالمغرب. نعم، هناك قضية الصحراء الغربية وهناك قضية الفساد، وبرقية تتحدث عن ربما تورط ملك المغرب ويعني المحيطين به في الترويج للمخدرات أو التغاضي على ترويج المخدرات. ما الذي شد انتباهك في هذه البرقية أيضا؟ يعني هناك معلومات حول الفساد في المغرب ربما لم يكن الكثير يعلمها. بالنسبة لقضية المخدرات، الرأي العام كان يعرف ذلك، لكن الآن هناك شهادة رسمية من حليف استراتيجي للمغرب هو الولايات المتحدة أن مقربين جدا من الملك يتاجرون بالمخدرات، وأعتقد أنهم تحدثوا على رقم في حدود 13 مليار دولار، رقم ضخم جدا يعني إذا كنت ذاكرتي جيدة بالنسبة للرقم. الأمر الآخر هو أنه أيضا موقف الجزائر أو الرئيس والنظام الجزائري من ملك المغرب سيء جدا، وموقف الملك المغرب من الجزائر سيء جدا، ومع ذلك في العلن يتبادلون التهاني ورسائل طيبة وأن حكمك جيد وحكمك جيد، يعني هذا في العلن، لكن في الواقع أن كل واحد يقول فيهم لا يقهل مالك في الخمر. ولموظفين ربما من الدرجة الرابعة داخل الإدارة الأمريكية، يعني لمسؤول عن مكافحة الإرهاب في منطقة كذا أو في وزارة، يعني ربما مسؤول درجة حتى العشرين. لوزير خارجية أو مش حتى لنائب رئيس وزير الخارجية أو لنائب الرئيس. لا، هنا أيضا نجد المستوى الذي تعامل في الولايات المتحدة مع نجد وولش مثلا وهو رقم 20 داخل وزارة الخارجية يستقبل من زين العابدين ومن بوتفليقة ومن الملك، في حين أن هناك مثلا مؤتمرات القمة العربية لا يحضرها ملوك بما في الملك المغربي في الغالب لا يحضر، ومؤتمرات مهمة جدا لا يحضرها رؤساء
لأنهم لا يهتمون، يحتقرون بعضهم البعض. لكن عندما يسأل مسؤول أمريكي ولو مسؤول مكتب في الخارجية الأمريكية أو في الدفاع، يهاروي الكبار المسؤولين يستقبل وتعطى له معلومات حساسة وحساسة جدا، وأحيانا الشعوب لا تعرف بها بينما هذه الحكومات تعرف. الولايات المتحدة فضحت بهذه الوثائق، ولكن الذي فضح أكبر هو حكامنا للأسف تبدو وكأنها أشبه إلى عصابات منها إلى أنظمة حاكمة. أنت انتهى الوقت، 30 ثانية أريد أن أختم معك أستاذ أسامة. تحدث أسانج عن الحق في أن يعلم الرأي العام بهذه المعلومات، ما يمكن أن نقول بقضية الحق في الوصول إلى المعلومة؟ هل لنا الحق في الوصول إلى كل المعلومات؟ طبعا بأن الشعوب هي التي تتأثر بهذه المعلومات، فإذا من حقها، ولا حتى بالمعلومة. بالمناسبة لا يوجد في الولايات المتحدة قانون يستطيع أن يحاكم أسانج على أساسه، لأنه حصل على هذه المعلومات من قبل عضو في الاستخبارات الأمريكية، أوصلها له ونشرها. الآن هم يطالبونه خارج الولايات المتحدة أن يخضع لقانون التجسس الأمريكي، في حين أن نيويورك تايمز مثلا نشرت هذه المعلومات التي أرسلها لهم هو نفسه ولا تحاكم نيويورك تايمز. فإذا المشكلة أن الولايات المتحدة الآن تريد أن تتعامل مع التداعيات ولا تريد أن تتعامل مع الحقيقة، وهو هذا المنطق الاستعلاء الذي تعامل به مع العالم ككل. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أسامة أبو رشيد، كما أشكرك العضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة في الجزائر الأستاذ محمد العربي زيتوت على هذه المشاركة. ربما سنعود إلى مسلسل ويكيليكس، قضايا هو مستمر أكيد، ما سرب شيء القليل وما زال الكل ينتظر تسريبات أخرى. أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر مشاهدي الأعزاء. انتهت حلقة اليوم، ألقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستدعكم الله وإلى اللقاء.